بداية أحيي كل قراء الاتحاد وأبارك للاتحاد وأبارك لقراءها أيضا وأبارك العاملين في الاتحاد مرور 45 عام على صدور جريدة الاتحاد. والحقيقة هذا فخر للإعلام الإماراتي بشكل عام ولنا إحنا كعاملين في جريدة الاتحاد إن بعد أكثر من 4 عقود من الزمن وإحنا من نجاح إلى نجاح، وهذا شيء الحقيقة يدفعنا المزيد من المسؤولية والمزيد من أننا نتحمل أكثر وأكثر مما نحن عليه الآن. 45 عام ولله الحمد حققنا فيه الكثير من النجاحات سواء على المستوى المحلي سواء على المستوى العربي وحتى على المستوى العالمي. كان الاتحاد كان متواجدا دائما في كل حدث في كل مكان، لم تقصر يوما مع قرائها، كانت صحيفة كل الوطن، والآن كل الوطن وأيضا رفعت شعار جديد هو شعار مصدرك الأول. نحن نطمح بأن نحقق هذا الهدف، وحتما بجهود العاملين وجهود إدارة التحرير سنصل إلى هذا الهدف وسنحقق هذا الهدف بإذن الله تعالى. وشكرا.